السلام عليكم، معكم عامر عياصره. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نعرفكم على الطريقه الوحيده اللي من خلالها تقدروا تنشروا صور على جوجل. ايضا هاي الصور تظهر من خلال نتائج البحث. طبعا ممكن تلاقوا على اليوتيوب عده طرق لعمل هذا الاشي، لكنها بالواقع كلها طرق خاطئه، لانه ما فيش غير طريقه وحيده لنشر الصور على جوجل وظهرها بنتائج البحث. واكثر الطرق الخاطئه والشائعه والموجوده على اليوتيوب اللي هي البحث من خلال الصور، لكن بالواقع لا تعتبر طريقة لنشر الصور. خلينا نشوف هاي الطريقة. طبعا هاي عندي صورة على سطح المكتب، صورة لسيارة، خلينا نرفعها على جوجل للبحث عن صور مشابهة. خلينا نفتح جوجل، طبعا بنروح على الصور هون، نضغط على صورة الكاميرا اللي هي البحث بحسب الصور، تحميل الصورة. طبعا اختيار ملف راح اختاره موجود عند الصورة على سطح المكتب. طبعا جاري تحميل الملف. طبعا هاي الطريقة تعتبر البحث من خلال الصور، لكنها لا تعتبر رفع صور على جوجل. طبعا هو خمن هاي الصورة اللي هي اودي، طبعا التخمين صحيح. ورجاني ايضا الصفحات اللي بتحتوي على مثل هاي الصورة، ايضا صور مماثلة. ايضا من خلال البحث من خلال الصور ممكن تعرف مصدر هاي الصورة والمواقع اللي بتحتوي على هاي الصورة، لكن مثل ما شفتوا هاي الطريقة مجرد البحث عن الأشياء من خلال الصور. يعني على جوجل ممكن تبحث من خلال الكتابة، أيضا تقدر تبحث من خلال الصور، لكنها لا تعتبر طريقة لرفع الصور على جوجل وظهرها بنتائج البحث. وحتى تنشر صورتك على جوجل وتظهر بنتائج البحث، أول شي لازم تنشر صورتك لموقع ويب. فلو شفتوا جميع الصور الموجودة بالجوجل بالبحث من خلال الصور، راح تلاقوا جميع الصور مرتبطة بمواقع ويب او مواقع يوتيوب، لكن ما راح تلقوا صورة موجودة لحالها من غير اي موقع. فالشرط الاول لنشر الصور على جوجل لازم الصورة تكون مرتبطة بموقع ويب. وفي مواقع بتقدم خدمة مجانية لاستضافة الصور والمحتوى مثل بلوجر. والشرط الثاني ان الصورة لازم تكون عامة وقابلة للبحث، ويكون في عنوان ووصف للصورة. فهي هي الطريقة الوحيدة لنشر الصور على جوجل وظهر نتائج البحث. أول شيء إنها تكون الصورة مرتبطة بموقع ويب أو مدونة، ثاني شيء إنها تكون الصورة عامة وقابلة للبحث، وتكتب لها عنوان ووصف حتى يتمكن جوجل من العثور على صورتك وإضافتها إلى فهرس الصور. فلا يمكن رفع الصورة لوحدها على جوجل مباشرة وإظهارها بنتائج البحث. تقريبا كانت هاي هي الطريقة الوحيدة لنشر الصور على جوجل وإظهارها بنتائج البحث. في النهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، ويعطيكم العافية.